أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. فيما يتعلق بفيروس كورونا، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم أكثر من 1000 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة. قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم سيصابون بالعدوى عاجلا أم آجلا حسب اعتقاده، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بحيث تمتلئ وحدات العناية المركزة مرة أخرى. وأضاف كورتس: نحن نعمل حاليا على خطط الخريف، ومع ذلك سيكون الهدف الرئيسي هو زيادة معدل التطعيم، على الرغم من أن نسبة التطعيم تقترب من 90% في بعض الفئات العمرية، إلا أنها 60% فقط لجميع السكان. وأكد كورتس أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، كان من الأفضل لنا أن نتغلب على فصلي الخريف والشتاء، لأن كل شخص يتم تطعيمه يتمتع بحماية جيدة. علينا أن نجد طريقة ألا يكون فيها إغلاقات عامة، ومن أجل الحرية سيبقى كل شيء مفتوح للأشخاص الذين تم تلقيحهم فقط، بدلا من الاضطرار إلى الإغلاق العام. تنوي الحكومة النمساوية إدخال قاعدة الجي أينز في الخريف المقبل، أي فقط كل من أخذ اللقاح يسمح له بدخول المطاعم والملاهي الليلية، وذلك بسبب التطور المستمر لأرقام كورونا. ولمح كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ووزير الصحة فولفغانغ موكشتاين بأنه يمكن تصور هذه الخطوة في المناطق التي يوجد بها خطر كبير للإصابة بشكل خاص. وقال كورتس: علينا أن نكون مستعدين جيدا للخريف، لأن الأرقام سترتفع مرة أخرى، وإذا استمرت الأرقام في الارتفاع، فإن قاعدة جي أينس للمطاعم الليلية والملاهي الليلية مطلوبة، ومع التطعيم يكون لدى المرء أفضل الوسائل للسيطرة على الوباء ولحماية نظامنا الصحي، مضيفا بأنه من المهم الآن التطعيم قدر الإمكان لحماية نفسك والآخرين. قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أنه يعارض استقبال مزيد من الفارين من أفغانستان بعد أن استولى الطالبان على السلطة هناك. وقال كورتس: أنني أعارض بوضوح أن نستقبل طواعيتنا الآن مزيدا من الناس، وهذا لن يحدث خلال وجودي كمستشار. وقال كورتس عن الأفغان الذين يفرون من بلادهم: لست مع الرأي القائل بوجوب استيعاب عدد كبير أكبر من الناس، بل على العكس تماما، مضيفا بأن النمسا قدمت مساهمة كبيرة بشكل غير متناسب، وذلك في إشارة إلى العدد الكبير من اللاجئين وطالب اللجوء الأفغان الموجودين بالفعل في البلاد. وقال كورتس إنه لابد من بقاء الفارين من أفغانستان في الدول المحيطة لها. كشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ في النمسا بأنه حتى منتصف هذا الشهر تم القبض على 1200 مهاجر عبروا الحدود النمساوية المجرية عبر ولاية بورغلاند، بمعدل يومي يصل ل100 مهاجر يوميا. وقال راينهارد جودموند عمدة مقاطعة بورغلاند بأن هناك زيادة كبيرة في المعابر الحدودية غير القانونية، خاصة في منطقة نيوهاوس أم كلاوسنباخ على وجه التحديد. وأوضح راينهارد بأن حركة الهجرة على المعابر الحدودية تتزايد بشكل كبير، وأن الأحياء مكتظة، متوقعا أنه في منتصف فبراير المقبل سوف تشهد بورغلاند المزيد من المهاجرين، كما أن أنشطة التهريب سوف تزدهر. استقالت بيرجيت هيباين نائبة عمدة فيينا السابقة ورئيسة حزب الخضر في فيينا من حزبها في بيان نشرته على فيسبوك، وذلك بسبب عدم رضائها عن سياسة الحزب.
وقالت هيبين بسبب مشاركة الحزب بالحكومة تحت قيادة سيباستيان كورتز لم تعد سياسة الخضر تصل إلى قلبي، وأضافت بأن ديمقراطياتنا وخطابنا الاجتماعي وسيادة القانون والبرلمان ووسائل الإعلام تذهب باتجاه سلطوي فيروزي، وأن المسار الفيروزي مستمر وكأن شيء لم يحدث. وكتبت هيبين: إذا نظرنا بصدق فقد وصلنا إلى حدودنا القصوى من خلال المحاولة لتصحيح المسار بمشاركة الحكومة، وبذلك دمرنا الأمل في الإصلاح، وخاصة خرق الاتفاق في الجدل الحاصل حول قبول اللاجئين الأفغان. انتقد معهد النمسا الليبرالي الاقتصادي التخفيضات الضريبية المخطط لها بداية العام المقبل، حيث أنه سيتم التهامها إلى حد كبير بالتقدم البطيء للأسعار في السنوات الأخيرة. ووفقا لحسابات المعهد، فإن أصحاب الأجور المنخفضة لن يستفيدوا أو لا يستفيدوا على الإطلاق من هذا الإعفاء بسبب التقدم البارد للأسعار، ولأن مستويات التعريفة الضريبية على عكس الأجور لم يتم تعديلها وفقا للتضخم السنوي. واعتبارا من بداية العام المقبل من المتوقع بدء إعفاء ضريبي لدافع الضرائب، ومن المخطط أن يتم تخفيض مستوى ضريبة الأجور للمستوى الثاني والثالث من 35 إلى 30% ومن 42 إلى 40%. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولنكتمل بالمعرفة زوروا موقعنا على الإنترنت infograd.com وتابعوا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.